يسعد اوقاتكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله رح نحضر مع بعض اكلة كتير طيبة، رح نحضرها بطريقة صحية واقتصادية. رح نحضر الارتيشوكي او الانجينار او الخرشوف، لها مسميات كتيرة. رح نحضرها بالفرن. تتحضر هاي الاكلة باكتر من طريقة، بس انا حبيت اليوم حط لكم اياها بهاي الطريقة السهلة والصحية والاقتصادية، والنتيجة روعة وبتاخد العقل. هالطبق كتير مناسب للعزايم، منحضره قبل بيوم أو قبل وقت العزيمة بشوي، وبعدين منشوي بالفرن. شكله كتير حلو وطعمته ولا أطيب. تابعوا معي الطريقة للآخر، وإذا عندكم أي سؤال اكتبولي بالتعليقات وطبقوا الوصفة وبعتولي صور تطبيقاتكم للوصفة على حسابي على الإنستغرام، الرابط بصندوق الوصف. ولو أول مرة عم بتشوفوني بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، ولا تكبر عائلتنا الحلوة فيكم. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. نحن بحاجة إلى أنجينار أو خرشوف أو أرتيشوكي. أنا استخدمت الأنجينار المجمدة، ممكن كمان نستعمل اللي بتكون مكبوسة بمي وملح على حسب الرغبة وعلى حسب أنتو كيف تحبوه. أنا بالنسبة إلي بحب استخدم المجمدة أو المتلجة، بحسها أطيب مثل ما حكيت على حسب الرغبة. وأنا استعملت هون كيسين أنجينار متلجة. بطنجرة أو أي حلة رح ضيف عليها كيسين الأرتيشوكة، ورح أغمرهم بالمي ورح حطهم على النار أسلقهم. ما بياخدوا وقت كتير، تقريبا 5 دقايق مو أكتر من هيك بيكونوا جاهزين، لأنه الأرتيشوكة مجمدة ما بتاخد وقت كتير على النار. وهلأ رح نحضر الحشوة اللي رح نحشي فيها حبات الخرشوف أو الأرتيشوكة. بطنجرة على النار رح ضيف عليها معلقة كبيرة زيت أو زبدة وممكن سمنة، بس ساحة السمنة أو الزيت أو الزبدة. رح ضيف عليها تقريبا 1/4 كيلو لحمة مفرومة ناعمة. هالأكلة مثل ما شايفين اقتصادية وكتير طيبة. بقلب اللحمة، بس بدأ يتغير لونها رح ضيف عليها مجموعة من البهارات. رح ضيف عليها معلقة صغيرة 7 بهارات، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ورشة قرفة. إضافة القرفة للحمة بتعطيها نكهة كتير طيبة ومميزة. كما رح ضيف عليها معلقة صغيرة كاري. بحركهم كلهم مع بعض وبترك اللحمة تنشف وتستوي وتتخلص من كل المي اللي فيها. وبالآخر رح ضيف عليها ملح، والملح على حسب الرغبة. وهلأ بعد ما نشفت مية اللحمة وتقريبا بدأت تستوي، رح ضيف عليها بصلة متوسطة مفرومة مكعبات ناعمة. بقلبهم مع بعض شوي، وبعدين رح ضيف عليهم حبة فليفلة خضرة كمان مقطعة مكعبات صغيرة، وبقلبهم شوي مع بعض. كل ما بضيف نوع من أنواع الخضرة بقلبها شوي مع اللحمة لتاخد هالنكهات الطيبة وتتقلى شوي معنا الخضرة. وممكن كمان نضيف فليفلة ملونة، ممكن نضيف فليفلة حمراء، ممكن نضيف فليفلة صفراء أورانج، على حسب المتوفر عنا وعلى حسب الرغبة. أنا كان عندي متوفر الفليفلة الخضرة أضفتها للطبخة. وهلأ منحركهم شوي مع بعض ومنغطي الطنجرة وبتركها على نار هادئة تقريبا 2 لـ3 دقايق. وهلأ رح ضيف عليها معلقة كبيرة دبس فليفلة أو معجون الفليفلة، ورح ضيف عليها معلقة كبيرة دبس البندورة أو معجون البندورة، بتعطيها نكهة كتير طيبة ومميزة للحشوة. وبعدين رح ضيف عليها حبة بندورة أو حبة طماطم، ممكن كمان نستعمل حبتين طماطم صغار مقطعين مقشرين ومقطعين مكعبات صغيرة. بقلبهم كلهم مع بعض وبغطيها تقريبا 2 دقايق، وبعدين بتكون عنا جاهزة. في آخر مرحلة بضيف عليها معلقتين كبار بقدونس، وبترك شوي من البقدونس للزينة. بعد ما نشويها ونقدمها بصحن التقديم منزينها بالبقدونس. هدول الأرتيشوكي أو الأنجينار بعد ما سلقناهم وصفيناهم من المي كتير منيح وحطيتهم بصحن غميق شوي، رح ضيف عليهم معلقتين كبار زيت زيتون. كتير إضافة زيت الزيتون تعطيها نكهة طيبة للأرتيشوكي. ورح ضيف عليها معلقة صغيرة بهار مشكل أو 7 بهارات على حسب المتوفر عندكم. ممكن كمان نضيف 1/4 معلقة صغيرة فلفل أسود. وكمان رح ضيف عليها 1/2 كاسة عصير ليمون فريش طازج. بحركهم كلهم مع بعض. أنا رح أستخدم جات البايركس اللي هو نفسه رح أقدم فيه الأنجينار أو الأرتيشوكة. ممكن نستخدم أي جات أو أي صينية متوفرة عنا، بس المهم نقدر ندخلها على الفرن. رح رتب حبات الخرشوف أو الأرتيشوكة أو الأنجينار بقلب الصينية، منرتبهم جنب بعض.
هاي الحشوة اللي نحن حضرناها مع بعض. هلا رح نحشي فيها حبات الخرشوف او الارتيشوكة، وكمية الحشوة على حسب الرغبة. ممكن كمان نضيف مع الحشوة وقت اللي عم نطبخها على النار مجموعة تانية من الخضار، ممكن نضيف عليها مكعبات من الجزر، ممكن كمان نضيف عليها حبات بازيليا على حسب الرغبة وكيف انتو بتحبوها، بس انا بحب الحشوة طعمتها هيك. هلأ بعد ما خلصت حشي حبات الأرتيشوكة رح ضيف على وجهها جبنة، أي نوع جبنة متوفرة عنا، بس ضروري تكون عم تشط وتمط وتسيح. أنا استخدمت الموزاريلا والشيدر، وممكن كمان نستعمل الأشقوان مثل ما حكيت لكم على حسب المتوفر عنا. شايفين شكل الصينية ما أحلى، والمنظر بيشهي والريحة ما بقدر أوصف لكم إياها. وإذا ما بتحبوا الجبنة أو ما متوفرة عندكم ممكن تستغنوا عنها، ممكن تستبدلوها بحلقات من الطماطم أو البندورة، كمان بحلقات من الفليفلة الخضراء أو الحمراء أو الملونة، أي نوع متوفر عندكم بيطلع شكلها كتير حلو وطعمتها كتير طيبة. هلا رح نحضر الصوص اللي رح نطبخ فيه الارتيشوكي او الانجينار. بصحن رح ضيف كاستين كبار مي بارد بدرجة حرارة الغرفة، ورح ضيف عليها ربع كاسة عصير ليمون فريش طازج، كمان رح ضيف عليها ملح، الملح على حسب الرغبة، انا تقريبا اضفت معلقة كبيرة، ورح نضيف معلقة صغيرة بهار مشكل او 7 بهارات، وممكن نضيف فلفل اسود. اخر شي رح ضيف عليها تقريبا معلقة كبيرة زيت زيتون، وممكن كمان نضيف عليها معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من معجون الطماطم أو دبس البندورة، بتطلع كمان كتير طيبة، بس أنا ما أضفت، حبيت أعملها هيك بدون معجون الطماطم. وهلأ بحركهم كلهم مع بعض ليدوب الملح، وبعدين بضيفهم بقلب الصينية. وهلأ بآخر مرحلة رح غطيها بورقة زبدة، وبعدين منغطيها بورق ألمنيوم، منغطيها كتير منيح، ومندخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت ومن الرف الوسط، ما بتاخد وقت كتير، تقريبا نص ساعة وبتكون جاهزة. وهيك صارت جاهزة، شايفين الجمال واللون الحلو، أكلة كتير طيبة واقتصادية وصحية، منقدمها مع رز أبيض أو رز بالخضار، ويا سلام على طعمتها، خطيرة وريحتها غير شكل، عبّة البيت لازم تجربوها، وممكن كمان ناكلها بالخبز العربي. بتمنى تجربوا الوصفة وتبعتوا لي صور تطبيقات كل الوصفة على حسابي على الانستغرام، الرابط بصندوق الوصف. وإذا حبيتوا الوصفة بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، ولتكبر عائلتنا الحلوة فيكن. وإن شاء الله بشوفكن بوصفة جديدة بأمان الله.